بيج 2. النهارده هناخد حاجه جديده خالص ما اخدناهاش قبل كده. احنا اخدنا الحروف الهجائيه من اول حرف الالف لحد حرف الياء، صح كده؟ طيب، واخدنا ازاي بنكتبها في الاول وفي وسط وفي اخر الكلمه، واخدنا صوت الحروف بالفتح، صح كده؟ طيب، احنا قلنا حرف الالف فتحه، باء فتحه، تاء فتحه، تاء فتحه، جيم فتحه، حاء فتحه، خاء فتحه، دال فتحه، زال فتحه، راء فتحه، زاي فتحه، سين فتحه، شين فتحه، صاد فتحه، ضاد فتحه، ضاء فتحه، ظاء فتحه، عين فتحه، غ عين فتحه، ع غين فتحه، فاء فتحه، ق فتحه، ك فتحه، لام فتحه، ميم فتحه، نون فتحه، هاء فتحه، واو فتحه، ياء فتحه. تمام كده؟ افتكرنا الاصوات سوا مع بعض. طيب النهارده هناخد كلمه جديده او ازاي ان احنا نشبك الحروف ببعض عشان نكتب كلمه. النهارده هناخد كلمه اسمها كتابة. كتابة يعني ايه كتابه؟ يعني حد كان بيكتب حاجه، حد كتب حاجه. طيب لما انا دلوقتي ببتدي وبقول ك ك، ده صوت حرف الايه؟ صوت حرف الايه؟ ك. برافو. صوت حرف الايه؟ ك. لما اقول ك ك يبقى ده صوت حرف الكاف. طيب نفتكر سوا كده حرف الكاف كنا بنكتبه ازاي؟ عمود نازل على السطح ماسك فيه طبق وجواه كاف صغير. طيب ك ت ت، ده صوت حرف الايه؟ ت. صوت حرف الايه؟ ت. طيب ت كنا بنجيبها ازاي؟ طبق كبير على السطح وجواه طيب ك ت ب ب، ده صوت حرف الايه؟ ب. الباء طبق كبير على السطح وتحتيه نقطة. ادي الكاف ت ب. طب انا لما نطقت الكلمه قلت ايه؟ ك ك، واحنا قلنا ان ك دي صوت حرف الكاف فتحه. قلنا صوت حرف الكاف فتحه. طيب ك فتحه ك ك فتحه ك. طيب الفتحه بنحطها فين؟ فوق الحرف. بنحطها فين؟ فوق الحرف. طيب ادي الكاف، وقلنا ان الفتحه بنحطها فوق الحرف. ك فتحه ك ك ك فتحه ك. طيب ك ت ت، يبقى ده صوت حرف التاء فتحه. تاء فتحه. طيب ادي التاء، وقلنا الفتحه بنحطها فين؟ فوق الحرف. فوق الحرف. طيب ك ت ب ك ش ب، يبقى التاء فتحه ت ت فتحه ت. ك ت ب ب، ده صوت حرف الايه؟ ب. ب ايه؟ فتحه. برافو. ب، قلنا الب الفتحه قلنا بنحطها فين؟ فوق الحرف. فوق الحرف. ك ت ب. طيب دلوقتي انا عندي الحرف وعندي الحرف وحطينا عليه الفتحه، ادانا صوت. لما قلت كاف فتحه ك، فتحت بقي وانا بنطقها. كاف فتحه ك، ت فتحه ك، ب فتحه ب. طيب حرف الكاف لما جه في الاول كده، حرف الكاف بدانا بيه كلمه، جه في الاول بيعمل ايه؟ بيمد ايد واحده بس للحرف بعد. برافو. يبقى حرف الكاف لما جه في اول الكلمه بيعمل ايه؟ بيمد ايد واحده بس للحرف بعد. طيب شكله ازاي؟ اهو جه في الوسط حرف
لما جت هنا عشان هتمسك ايد التاء، ده مش من الحروف الشائية، بتمد ايد واحدة بس للحرف اللي قبلها، حرف التاء. طيب انا عندي الكاف لما جت في اول الكلمة مدت ايد واحدة بس للحرف اللي بعدها. طب التاء جت في الوسط مدت ايديها الاثنين، ايد عشان تمسك ايد حرف الكاف وايد عشان تمسك ايد حرف الباء. الباء جت في اخر الكلمة مدت ايد واحدة بس للحرف اللي قبلها اللي هو حرف التاء. طيب انا عايزينهم يمسكوا ايدين بعض عشان نكون كلمة كا تا با. ادي الكاف جت في الاول بتمد ايد واحده، التاء جت في الوسط هتمد ايد تمسك ايد الكاف وايد عشان تمسك ايد حرف الباء. طيب انا هقول الكاف فتحه تاء، التاء فتحه تاء، باء فتحه باء، تاء كاف فتحه كاف، تاء فتحه تاء، باء فتحه باء. طب انا عايز اجمعهم على بعض عشان الكلمه كده تكون خلاص كل الحروف مسكت ايديها زي لما كنا بنلعب اللعبه.